بكل تأكيد واحدة من المباريات تعتبر سهلة نسبيا للاتحاد في الجولة دي، وفقا للإمكانات، فارق الإمكانات والخبرات بين الفريقين، وفقا لأن المباراة في جدة، ودي أفضلية كبيرة جدا للاتحاد، أفضلية في إنه يكون بيلعب في جدة. نحن نتكلم عن الاتحاد زي ما قلت في حلقة سابقة، الاتحاد في أي ملعب من ملاعب المملكة يعتبر ملعبه. هو ملعبه بنسبة كبيرة جدا، يعني حتى لو لعب ضد الهلال أو ضد النصر في الرياض مثلا بتلقى الحضور 50-50، جماهير الاتحاد حاضرة دائما. الإمكانات بالنسبة للاتحاد أفضل بكل تأكيد، نتكلم عن وجود أفضل حارس في الدوري السعودي قروهي جروفي في المرمى، نتكلم عن وجود أفضل مدافع في الدوري حجازي السعودي أحمد حجازي، نتكلم عن وجود واحد من أفضل اللاعبين اللي بيلعبوا في مركز 9.5 في السعودية اللي هو رومارينو، يقدم في مستويات كبيرة، يمكن هو مصدر هدافين والآن الدوري. الاتحاد يتقدم بهدف للاعب روماريو. نعم، القيمة الثابتة في الاتحاد في لاعبين الأجانب، في الإضافات اللي بيقدموها، في كولرادو لاعبين أيضا له أثر كبير في الاتحاد هذا نعم الموسم. كورلادو، في حتى العناصر الوطنية، نتكلم عن تمويل كبير لحمدان السمراني، نتكلم عن سعود عبد عبد الحميد الرحمن العبود، سعود العبود عبد الحميد المالكي المالكي، يقدموا في مستويات كبيرة مع النادي ومع المنتخب، وده بيقود لأنه ده الوضع الطبيعي إنه الاتحاد يكون موجود في مرحلة التنافس على مستوى عالي في الدوري للمراحل الأخيرة على أقل تقدير. يعني العاشوا الاتحاد في السنين الماضية ما مقبول بكل تأكيد بالنسبة لجماهير الاتحاد، إنه الاتحاد مثلا لين آخر جولة يكون قريب من منطقة الهبوط، الطبيعي إنه الاتحاد يكون موجود يتنافس، وبعدها حتى لو خسر الدوري مثلا للهلال أو للنصر أو للأهلي، دي فروق كبيرة، أنت نافست لآخر نفس وخسرت، ما في مشكلة. على الجانب الاخر الطائي ممكن بمدرب الاتحاد السابق دي برضه دفعه معنويه كبيره للطائي. نعم، بس الفوارق كبيرة نعم بكل تأكيد. نعم، ما أنا شاهدت الطائي فيه مشاكل كبيرة جدا مطلوب أن يتداركوها في الشتوية، يعني اللاعبين الأجانب، ما في لاعب بارز بخلاف سعيود سعيد نعم لاعب الجزائري المنتخب سعيد الجزائري المحليين والموجود حاليا مع المنتخب في البطولة العربية. نعم